السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونبدأ أول مكالمة من إقليم أرفود. معنا للا إكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طيب، كده لك الحمد لله بنتي، بارك الله فيك. صحيحة الوليدات، كل شيء بخير؟ كل شيء بخير الحمد لله، ربنا نشكره. نشكرك بزاف أستاذ، كتفيدونا كتفيدونا كاملين، الله يخليكم لنا ويحفظ لكم صحتكم. بارك الله فيك يا بنتي. شكرا بزاف أستاذ. بغيت نسولك جوج ديال الأسئلة، الله يطول لي عمرك. يا مرحبا. والسؤال الثاني أستاذي، أنا مكحوفة متبعة قريص النحل، متبعة لساعة النحل. الله أكبر. وبغيت نعرف واش هذيك الجرعة ديال الشم ديال النحل إذا دخلت للجسم ديالي وأنا صايمة واش غتخسر لي صيام؟ أييه. غادي تكون بدلة الصيام. لا إله إلا الله. وآخر حاجة أستاذ، بغيت نطلب منك واحد الطلب إلا كان ممكن. نعم. لاجات على خاطرك أستاذ، أنا سمعت دايرين شي مبادرة على قبل الهواتف اللي كيحفظوا القرآن، إلا كان ممكن تدوزوني إلى عندكم كيفاش؟ واخا بنتي بإذن الله. الله يطول لي عمرك، شكرا بزاف، هادشي اللي كاين الله يحفظكم لينا، الله يخطيكم، شكرا بزاف. بنتي إكرام، أنت كتداوي بالنحل، هاد الجرعات ديال النحل اللي كنستعملوهم للتداوي إذا أخذناهم في نهار رمضان راهم مفطرين، لأن هاد الجرعة كتمشي في العرق وكتصير مغذية. النحل هو يخرج من بطونه العسل، وهاد الجرعة هي فيها واحد مغذية، فيها فيتامينات ينتفع بها الجسم. وحنا المفروض في صيامنا جسمنا لا يدخل إليه طعام ولا شراب، لا يدخل إليه إلا الأكسجين فقط. الأكسجين هذا ضروري، ربنا عز وجل أباحه، لكن أي طعام أي شراب لا يدخل إلى بطوننا. وهذا الجرعة ديال النحل التي تستعمل في الدواء هي مفطرة، فالإنسان إذا كان ضروري يستعملها يستعملها بعد الإفطار، بعد الإفطار عاد يستعملها بإذن الله، كما هو الحال الناس اللي عندهم الحقان واللي عندهم بعض الأدوية واللي عندهم البخاخ واللي عندهم مجموعة ديال الأشياء ديال التداوي. حتى بعد الفجر كنقلبوا الميزان، يعني بالنهار كنصوموا وبالليل كنستعملوا هذه الوسائل اللي هي مساعدة على الشفاء. الله يحفظك بنتي إكرام ويمتعك بالصحة والعافية، وتحية لوالديك ولكل ساكنة إقليم أرفود. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.